مرحبا، ويلكم باك تو ماي شانل. فيديو جديد، كيفكم؟ شو اخباركم؟ كيف صحتكم؟ طمنوني عليكم. يا رب تكونوا باحسن الاحوال. انا كتير مشتاقلكم. يا ترى يا ترى هل انتم مشتاقين لي؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. فيديو اليوم من الفيديوهات الحبيبه الى قلبي، راح نعمل سوا الدوبليكيت، ولا راح اسميها انسبيريشن، من المنتج من عند غيرا، من اللاين ولا مجموعه لابيغ رويال، بالتحديد ذا يوث ووتري اويل. يلي متابعني من زمان ومن سنين بيعرف قدي انا بحب هلا غيرا، قدي بحب هيدول المنتجات بالتحديد، وهيدا المنتج اللي عم ضلني عم تشتريه كل ما بيخلص. ريحة رائعة، البيرفورمانس رائع جدا جدا جدا. هيدول هن المكونات تبع المنتج لغيرلان، والطريقة كيف بنعمل شيء مشابه، هو مش دوبليكيت، ما فينا يعني نسخة طبق الأصل، وإنما بنحاول نعمل تقريبا نفس الفورمولا ولا نفس التركيبة. اسمها بالإنجليش ريفرس إنجينيرين ولا ريفرس فورمولاتين، معناته إنه بنشوف المكونات يلي بالفورمولا الأصل، ونحاول هيك نحاول نطلع التركيبة تبعنا. بالنسبة للمكونات تبعي، بدنا ماء مقطر أو مقطر العسل يعني هاني هيدروسول، بدنا جليسيرين، بروبندايل، بنتلين غلايكول ولا بنتينيل غلايكول، عسل بودرة تجميلي يعني مش من السوبر ماركت، غذاء ملكة النحل تجميلي مش من السوبر ماركت، خلاصة العسل مش نحنا بنعملها، بنشتريها كمان تجميلية، حبيبات فيتا مش الفيتا، يا الفيتا بيرست بزيت الخخوبة، صمغ السليلوز الـ HEC ولا الهيدروكسي إيثيل سليلوز، أو إذا ما عندكم فيكم تستخدموا الزانتان غام أو صمغ الزانتان، زيت عطري هيدا اختياري، بوليسوربيت 20 لأنه بدنا نستخدمه مع الزيت العطري، صوديوم فايتات إذا ما عندكم فيكم تستخدموا الـ EDTA طبعا ضروري من المادة الحافظة. من غير مناقشة good manufacturing practice معناته انه كل شيء يكون نظيف ومعقم، هي مش تعقيم، وانما راح اخليها الموضوع لفيديو اخر. بالاول راح زين الماء المقطر او هيدروسول العسل او هيدروسول مانوكا، مانوكا يعني عسل مانوكا. صوديوم فايتات هو صوديوم سولت اوف فايتيك اسيد، كيليتين ايجنت كتير بيساعد بالمنتجات معينة، يعني مش ما بيصلح لكل المنتجات، بما انه المنتج تبعي هون في كتير اكتيفز ومادة دسمة للجراثيم والبكتيريا، لانه الاكتيفز الاكستراكت الخلاصات هني بيغدوا البكتيريا، فمن يستحسن انه نستخدم كيليتين ايجنت. هلا عم ضيف العسل البودرة، والعسل البودرة مش من السوبر ماركت، مع انه نوعا ما غذائي، وانما ما بلي يعني بيصلح للاستعمال التجميلي، بيجي بورق، بيجي بدوكيمنت، بيجي بشيء اسمه SDS اللي هو سيفتي داتا شيت، لما بنخلطه بيدوب، هو ووتر سوليبل معناته انه بيدوب بالماء. شوفوا اللون تبعه بالاول ما محلى، بالاخر بصير لون يعني مش هالقد، بس ما علينا. هلا راح استخدم البروبندايل. المشكله الرئيسيه اللي بلاقيها انا مع الصبايا والشباب يلي بالجروب يلي بيسألوا يعني بيفوتوا ياخذوا الوصفة، انه كل شيء صعب وصعب وصعب. بدنا نقرا، انا دايما بقول لكم بليز تفرجوا على الفيديو كذا مرة واستوعبوا علي شو عم بقولوا، المعلومات اللي عم بعطيها لانه مهمة جدا، وبناخذ الوصفة ونفصفصها ونشوف شو هن هدول المكونات وكيف بدنا نعوضهم. يعني البنتينيل غلايكول هو هيومكتنت زائد البروبندال هيومكتنت، فينا نستخدم في مطرحهم اثنيناتهم الجليسيرين، مع انه انا هون مستخدمة جليسيرين. هلا رويال جيلي اكستراكت يعني غذاء ملكات النحل، الناس اللي بتستخدم تبع السوبر ماركت اتس ا بيج نو نو، هيداك تبع الاكل مش تبع التجميل، اذا نزلتوه بالتجميل بدكم في اذا يعني فينا يسوم ما فيكم، بس فينا بشرط واحد وشرط مهم ورئيسي، بدكم تبعتوا المنتج للمختبر لحتى يشوفوا بانه البريزرفاتيف ولا الماده الحافظه عم تعمل شغلها. هلا المانوكا هاني اكستراكت يعني خلاصه عسل المانوكا
هيدا مش طبيعي 100%. ليه؟ لأنه فيه بيسلين جلايكول، وهيدا بيجي دورنا نحن نفتح عينينا وعيون القلب، إنه عيون القلب أهم من العيون اللي قدامكم. بدنا نقرأ ونشوف شو هن المكونات، لأنه حتى الخامات بيكون مكونين من عدة مكونات. ماشي، هلأ عم ضيف الجليسيرين يا سوما. إذا ما عنا البنتينيل جلايكول والبروبندايل شو نعمل؟ فيكم تستخدموا كل الكمية جليسيرين. هو بس مشكلة الجليسيرين شوي فيه بيدبق بيلزق، فالبروبندايل هيوماكتنت ما بيدبق، البنتينيل جلايكول طبيعي ما بيدبق. ماشي، لحتى سهلكم الأمر، لأنه نحن بنستصعب كل شيء من الأول. زينة البولي سوربيت 20 واللي هو سولوبيلايزر، ليه؟ رح استعمل هيدا الزيت العطري. استعملت نتوفة كتير صغيرة من الزيت العطري، أقل من العادي، يعني أنا بالعادي بستخدم 1% و 2% يعني 0.5%، هون استخدمت نتوفة كتير صغيرة وبشم الريحة، يعني ريحة موجودة، فخلطهم لحتى الزيت العطري يدوب عادي بالماء. هلأ هذه القام اسمها هيدروكسيثيل سيلولوز لساني عم بنعقد لأنه بالليل. هيدا صمغ، هيدي قم من الطبيعي 100%، لأنه المراحل اللي تصنعت فيها يعني في مواد سينثيتيك بالنص، بس أنا بحبها كتير يعني I became fond نوعا ما، يعني صمها بمكونات بطريقة غريبة جدا. المهم، إذا ما عنا ياسو ما شو نعمل فيكم تستعملوا صمغ الزانتان عادي، بس صمغ الزانتان بدكم تخلطوه مع الجليسيرين. هيدا الصمغ ولا هيدا السيريلوز البودرة بنزلوا دغري، ما بيحتاج، فاللي بيحتاجوا إنه نزلت نقطتين من محلول الصوديوم بايكربونات ولا بيكربونات الصودا لحتى يطلع البي اتش، ودغري بيصير المنتج ماسك حاله. انا نزلت بس عملت نتوفة كتير صغيرة، انا بدي المي يضلوا مي، ما بدي اياه يصير جل، ما بدي اياه يصير تقيل او كثيف. بعد هيك زدت الجليسيرين، بعد هيك زدت المادة الحافظة، استعملت الجيرمال بلاس، والمادة الحافظة كتير مهم انه نختارها. في ستابس، في نقاط، مش لأنه مادة حافظة لكل المنتجات، مستحيل. قست البي اتش وكان البي اتش كتير عالي فوق 7، فزدت عليه محلول السيتريك أسيد ولا حمض الليمون 50%، ونزلته لازم يكون البي اتش بين 5 و5.3. هلأ هدول اسمهم الفيتا بيرز بيتس، بيجوا بالألوان، الأسود بيكون فيه التشاكل ولا الفحم النشط، في تبع الفيتامين اي، في تبع زيت الزيتون على اخضر، هيدول الجولد تبع زيت الخخوبه، وهني شوي كبار. المنتج الرئيسي رح فرجيكم اياه، هيدول الحبيبات كتير صغيره، فخلطتهم منيح، هني رح يوقعوا، رح ينزلوا لتحت، وهيدا هو المقصود. انا ما بدي اياهم يكونوا منتشرين بالمنتج، انا بدي اياهم ينزلوا لتحت، بس بدنا نستخدموه بنرجون عندنا بنستعمله عادي جدا. عملت منتج هو بذاته، بس ما نزلت فيه زيت عطري، يعني زيت عطري ما تنزله، بالتالي البولي سوربيت مش موجود، زائد ما نزلت فيه بودرة العسل. كرمال هيك كان كلير، كرمال هيك كتير شفاف. هيدا هو المنتج تبعي، مثل ما قلت اللي متابعني من زمان شافني كم مرة اشتريت يعني وبينته بالمشتريات واستعملته حتى بالميك اب تيتوريالز. بدي فرجيكم الحبيبات، الحبيبات الأصلية كتير صغيرة، للأسف ما لقيت أنا، يعني هيدا طبعا تبع الجيرلان بيكونوا بيصنعوها لحالهم، بس أنا لقيت هيدول اللي شوي كبار و that's it. وقي حتى بعتها بالمنتج رهيب جدا، لما بتنزلوه هو أساسه مي، ماء، مع أنه مكتوب أنه oil youth watery oil، بس هو مي. هيدول الحبيبات بعد يومين 3 أيام بيصيروا كتير رطبين، بيترطبوا بالماء، ما بيترطبوا بالزيت، بيستعملوا وسط مائي، فبعد يومين 3 بيصيروا كتير هشين. لما بتفردوا المنتج على الوش بيدوب، مش بيدوب يعني بيفرقعوا، وبيطلع منهم زيت الخخوبة،
لانه هنا انا استعملت الجولد فبالتالي زيت الخخوبه، فبيكون عندكم منتج مائي وفيه الزيت بكميه كتير حلوه وكتير صغيره وفيري فان وفيري سوفيستيكيتد. انتقاء الباكجين كتير مهم، ما بنختار باكجين لانه كيوت، بنختار باكجين لانه على الستابيليتي على استقرار المنتج، لانه الباكجين تحت مظله الاستقرار تبع المنتج. وهيدا هو المنتج تبعي مثل ما عم بتشوفوا، شوي اللون كلاودي يعني مغبش ولا مضباب، بس الباكاجين هيدا المنيح. الانينه يلي قبلها هيدي الدروبر كانت كتير رفيعه وما عم تاخد هيدول الحبيبات، بس هيدي لانه الدروبر تبع الازاز يعني هيدي مثل تبع النقاطه نحن بنقولها بحال تقطيره، يعني بتطلع بتاخد الحبيبات من غير مشكلة نهائي أبدا. فأنتوا إلكم واسع النظر ما بدكم تستخدموا، لأنه البولي صابي سامتايمز وفي زيوت عطرية بتأثر على اللون، ما بدكم بلاها واستخدموا أي شيء إكستراكت من عندكم ما عندكم تبع العسل. العسل هيدي بس the storyline تتسمى، يعني الماركتينج على حسب أنتوا الستوري اللي بدكم تعطوها، على حسب الحكاية اللي بدكم تروها، في لا نهاية من الأفكار يعني بالسوق. أنا بس عم بعطيكم فكرة من الأفكار ماشي، وthat's about it. بدي أذكركم إنه اليوم رح يكون إن شاء الله، بما إننا عم صور الفيديو قبليها بوقت طويل، اليوم رح يكون نزل أول حلقة من الماستر كلاس المجاني من المدرسة اللي درست فيها وأخذت كتير دبلومات وكتير سيرتيفيكيت اللي هي الفورمولا بوتانيكا. راح يعملوا الماستر كلاس على مدة أسبوع أو 10 أيام، أول حلقة راح تكون نزلت اليوم، هو درس مجاني وبيعطوا معلومات كتير 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 مهمة وكتير حلوة، خصوصا للناس اللي بدها تصنع منتجات 100% طبيعية وأورجانيك كمان. فتحت بصندوق الوصف رح تلاقوا رابط للماستر كلاس المجاني، بدكم تشاركوا فيه، بدكم يعني تتبعوا الخطوات يعني التسجيل. زائد بالنسبة للوصفة كاملة، أو إذا عندكم أي سؤال عن هيدي الوصفة أو شو بدكم، إذا بعدكم ما فهمتوا شو قلتوا، شو بدكم تغيروا المكونات، وإذا ما عندكم إياها شو بدكم تعودوها، بدكم تروحوا لعندي للجروب تبعي بالفيسبوك، كمان تحت بصندوق الوصف رابط لإله. وهيدول هني، يا رب يكون عجبكم الفيديو، إذا عجبكم ما تنسوا تضغطوا لايك تشتركوا بالقناة تشوفكم فيديو جديد، وأنا كتير 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 مشتاقة لكم. Thanks a bazillion for watching. Bye bye.